في حي يمتد بطول كيلومتر، بمجرد مرورك به لابد أن تنسى همومك وتغرق بسحره وتملأك الطمأنينة. حي القمرية. حي المقهى تقريبا عمره حركة 300 هيك شيء، واصحابها بيت الرباط ومتوارثين أبا عن جد، وما زالوا فيها من الجد للابن للأحفاد حاليا. قهوة معروفة عالميا واصحابها معروفين وموجودة ومتصلة بالإمارية. قهوة النوفرة تعتبر يعني أقدم مقهى في العالم، والسياح والأجانب والعرب حتى من المحافظات السورية كلها يعني بتردد لها المقهى هي، يعني اللي صار لها تقريبا 200 سنة، وهي يعني لهلا محافظة على تراثها، على البيئة تبعها، على الجو الحكواتي. ما إن تقودك قدماك إلى هذا الحي حتى تشعر بالدفء وحضور المكان الآسر وعطر التاريخ المنبعث من جدران البيوت الدمشقية العتيقة، تاركا خلفك الأبنية الحديثة هاربا من الضوضاء. ليستقبلك هذا الحي بالروحانية التي أوشكنا أن نفتقدها في يومنا هذا. هون نحن عايشين جو شعبي كتير حلو، حي الإمارية، وعندي حي النوفرة قديما من قدم أجدادنا وأحبابنا القدماء، طربوش الأحمر والمسبحة والعكازة وأم كلثوم، هيك الدقات القديمة الحلوة، وعبد الوهاب. السوق أكثر شيء، سوق هون، السوق كتير حلو، ناسا طيبين كتير. أنا جيت أدرس هون بالشام، الشام أنا كتير بحبها، بعشقها كتير، يعني الشام، الزهر، ياسمين، كل شيء بالشام أنا بحبه، يعني بعشق الشام أنا. وجيت لهون أدرس، يعني أنا تركت أهلي وخلاني وربعي كلهم بس إجيت على الشام، يعني من كتر ما أحبها، يعني بصراحة تمشي بدمي بالشام. تحسسك إنه بالحارات الشعبية القديمة، بالبيوت، يعني كتير شغلة حلوة، ونتراث من بلدي. هند الصغرى، حي الحريمين، تعددت صفاته وأسماءه، ولكن أجمع المؤرخون بأن تسميته تعود إلى المدرسة القيمرية الكبرى التي أعطت اسمها لحي القيمرية، والتي أنشأها الأمير الأيوبي ناصر الدين الحسين القيمري. بيوت الأسرية القديمة المحافظة عليها وعاملين منها مطاعم. القيمرية بشكل عام مشهورة بالبيتزا، والناس بتجي لهم عشان تأكل بيتزا وتأكل كروسان وتأكل بوز على الصاج، فالأكلة معروفة، في إقبال الحمد لله. في بداية مشوارك لهذا المكان تحتار عيونك يمينا وشمالا، يستوقفك كل تفصيل، ولكن كن على ثقة بأنك لن تخرج إلا وأنت زائد عشرات السعرات الحرارية، ابتداء من الكرواسان والبطاطا، وليس انتهاء بالبيتزا والعديد من الأطعمة اللذيذة التي تأكلها بشهية كبيرة، هي وأسعارها التي تهضم مقارنة بغلاء الأطعمة في مختلف الأسواق الأخرى. هذا الحي يقع داخل السور العتيق بين أحضان الجامع الأموي غرباً وكنيسة المريمية شرقاً، وهو بمثابة القلب بالجسد داخل مدينة دمشق القديمة. المشاوير الصباحية والمسائية لهذا الحي عادة أساسية لجميع السوريين، كيف لا وهو السوق الأكثر التصاقاً بوجدانهم.